بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية تانية إعدادي. هنشوف موضوع جديد إن شاء الله اليوم، متعلق أيضا بالجريدة وبالصحافة. بطبيعة الحال الموضوع هنا يتعلق بإحدى الجزئيات المتعلقة بالصحافة، والتي تسمى لاماكيت. لاماكيت يعني هاد كلمة لاماكيت، إذا بحثنا عنها لن نجدها إلا التصميم أو أي رسم تمهيدي لشيء سيخرج للوجود بطبيعة الحال. إذا كما سنرى بعد هذه الفقرة، سنرى أنواع من هذه الليماكيت بطبيعة الحال. ومن ضمن هذه الليماكيت هناك لاماكيت متعلقة بالجريدة، إذا نسميها لاماكيت جورنال. إذا لاماكيت إلى بريزونطاسيون، يعني هي تقديم بليز او موان، يعني اكثر او اقل بريسيز، يعني دقه، يعني اكثر او اقل دقه، دي تيتر يعني للعناوين، يعني هو تقديم للعناوين اكثر او اقل دقه. يعني اننا قبل ان نخرج جريده للوجود علينا ان يعني علينا ان ندرس ونتكلم عن العناوين، كيف ستخرج؟ هل سنكتبها كبيرة؟ هل متوسطة؟ هل ستكون في وسط الصفحة إلى آخره؟ يعني الكثير من المعطيات ممكن أن ندرسها فيما يخص هذه العناوين. إذا ولكن عند التنزيل ممكن أن تكون هناك بعض الاختلافات بطبيعة الحال. لذلك قلنا هنا بليز أو موان بريسيز، يعني قلنا بليز أو موان بريسيز، يعني أكثر أو أقل دقة. إذا دي تيتر، إذا الأمر بطبيعة الحال لا يتعلق فقط بالعناوين، بل بدي زيلوستراسيون، يعني بالصور وبالرسومات. يعني كيف ستكون هذه الرسومات بطبيعة الحال عند تنزيلها؟ ممكن تكون هناك بعض الاختلافات عما تم تداوله في هذا لاماكيت. اديو تكست، اديو تكست هو وللنص، أيضا النص ممكن أن ندرسه كيف سن يعني يمكن أن ندرس كيف سينزل هذا النص على الورق. ميز اون باج، يعني أنه سيقدم بطريقة منسقة على الصفحة. سيلو دوكيمون أبارتيغ دوكيل، سيلو دوكيمون يعني إنها الوثيقة. طيب الحال نتكلم عن لاماكيت. سيلو دوكيمون، هنا لو دوكيمون المقصود به هو لاماكيت، إنها الوثيقة. أبارتير دوكيل يعني انطلاقا منها، التي انطلاقا منها سيفيكتي، يعني ستنجز وستطبق لا ميزون باج، يعني تلك التهيئة التي ستكون على الصفحة، وذلك التنسيق إلى آخره. يسمى ميزون باج الديفينيتيف، يعني النهائية. إذا بو رياليزي، يعني لتحقيق، بو رياليزي اون بون ماكيت، بو رياليزي اون بون ماكيت يعني لتحقيق، يعني تقديم وتهيئة جميلة وتصميم يعني جيد. اون دوا يعني علينا، علينا ماذا؟ اون دوا دابور ديفينيغ، يعني علينا أن نعرف، علينا أن نتفق على شيء معين. ما هو هذا الشيء الذي سنعرفه ونتفق عليه؟ لو فورم دي جورنال، يعني كيف ستكون أبعاد الجريدة؟ هل سنجعلها كبيرة، متوسطة الحجم، أو صغيرة لتكون في متناول يد شخص؟ إذا هناك يعني معطيات معينة يجب تداولها قبل أن يخرج هذا التصميم الذي يسمى ماكيت. إذا لا كاليتي، أيضا لا كاليتي دي بابي يعني ونوعية وجودة الورق، يعني يجب أن ندرس هذا أيضا. يعني أنه يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الماكيت. لو نومبر دو كولور، يعني وأعداد الألوان. لا بيريوديسيتي، يعني ودورية هذه الجريدة، يعني هل ستكون الجريدة يومية ستادير كوتيديان، أو أن ستكون أسبوعية إبدومادير، أو ستكون شهرية مونسيال،
أو ستكون ربما تريمستريال، يعني أنها ستكون فصلية، يعني من 3 أشهر لثلاثة أشهر، يعني على حسب يعني كل جريدة بطبيعة الحال تبعا لكل جريدة يمكن تدارس هاد لا ماكيت. إذا لا ماكيت في النهاية لا ماكيت دوا غوتونيغ لاتونسيون دي لوكتور، يعني أنها هاد لا ماكيت يعني عليها دوا غوتونيغ، عليها أن تجذب، أن تجذب مدى لاتونسيون، يعني انتباه، انتباه من دي ليكتور، دي ليكتور يعني للقارئ، يعني عليها أن تجذب انتباه. فإن لم تجذب انتباه، وهذا هو الهدف من التنظيم والتركيز على تنسيق تلك المعطيات والصور وكتابة العناوين وطبيعة الحال وكتابة النصوص وطريقة الكتابة إلى آخره، وطريقة كتابة الحروف بطبيعة الحال، وطريقة الأعمدة إلى آخره التي ستكون في الواجهة. إذا هذا التنسيق الذي بطبيعة الحال سيأخذ وقت كله لهذا الهدف، يعني يجب أن يعني تجذب انتباه القارئ. إذا لا ماكيت دوا روتونيغ لاتونسيون دو ليكتور، يعني عليها أن تجذب انتباه وتثير انتباه القارئ. إذا كما قلنا فيما يخص لا ماكيت، فليس الجرائد بطبيعة الحال هم اللي عندهم هاد لا ماكيت يعني المتعلقة بالتصميم بطبيعة الحال، يعني قبل ما تخرج الجريدة للوجود، ولكن أيضا هاد لا ماكيت تتكون في أشياء أخرى، مثلا كما نرى هنا ماكيت ميزون موديرن، ماكيت ميزون كارتون، ماكيت ميزون أون بوا، ماكيت ميزون أون بوا. يعني هناك أيضا دي ماكيت خاصة مثلا بالنسبة لي باطو، يعني بالنسبة للسفن كما نرى هنا، يعني في أنواع ماكيت ديال السفن. عندنا ماكيت ديال لي زوطو طوموبيل، كاين حتى بالنسبة لي ماكيت أوتوموبيل فيها أنواع أون بابي أون ميتال أون بوا. بالنسبة نفس الشيء بالنسبة للطائرات بطبيعة الحال، ماكيت أفيون. أيضا عندنا ماكيت كما نرى هنا، بل حتى ماكيت بالنسبة للمدن، يعني ماكيت فيل أون كارتون إلى آخره. إذا يعني مجموعة من لي ماكيت بطبيعة الحال، كما نرى هنا ماكيت يعني باتيمون 3 دي اون بابي إلى آخره. إذا هذه الأمور يعني كلها تتعلق بلا ماكيت، تتعلق بلا ماكيت بطبيعة الحال بصفة عامة. لكن بالنسبة لي جورنو بطبيعة الحال تنتكلمو على ماكيت متعلقة بجريدة، بتصميم متعلق بجريدة قبل أن تخرج للوجود. إذا لكن هاد لا ماكيت قبل ما تكون، ايضا هناك دي زيتاب قبل ما تخرج، هي اصلا قبل ما تكون عندنا هاد لا ماكيت اصلا. اذا لا نيسونس دين ماكيت، هذه معلومات خديتها من صفحة الكترونية. اذا لا نيسونس دين ماكيت يعني ولادة تصميم. اذا بريسيزون دابور كاتر تيرم، بريسيزون دابور كاتر تيرم. اذا غنشوفوا هاد المعلومات في شكل أوضح. إذا عندنا هنا شارت غرافيك، يعني شارت تقريبا كما لو نقول أن هناك قانون أو أن هناك عقدة معينة، يعني مبرمة مثلا. إذا نتكلم عن شارت. إذا هنا شارت غرافيك، نقول عن شيء بأنه غرافيك يعني أنه عنده علاقة بالصور، بالكتابة، بالنقش إلى آخره، يعني كل ما هو مرئي تقريبا يعني ويكتب إلى آخره. إذا هنا عندنا الصحافة، الجرائد بطبيعة الحال تستعمل الكتابة، تستعمل الصور، تستعمل الرسومات. لكن عندنا هنا الشارت، الشارت بطبيعة الحال كما قلنا قبل قليل بأنه قانون، كما سنرى بأن الجريدة عليها أن تلتزم بما يشبه قانون. في الحقيقة ليس هو قانون، وطبيعة الحال هي ليست بقانون، ولكن هو كأنه قانون بطبيعة الحال فيما يخص الصحافة أو المسؤولين عن الصحافة بطبيعة الحال، أنهم عليهم أن يلتزموا بها بطبيعة الحال. فكل جريدة جريدة إلا وأنها تخرج بتنسيق ما وبألوان معينة وبكتابة معينة على أي بشخصية يعني معينة تختلف عن الجرائد الأخرى. هذا الشكل الذي تخرج به الجريدة للوجود.
يعني يأخذ في الاعتبار الكثير من القوانين التي يلتزم بها بطبيعة الحال المسؤولين عن الجريدة حتى تبقى محافظة على هذا على هذه الشخصية. إذن لذلك قلنا هنا سان انسومبل دي ريغل كي فيكس لاسبي، يعني هي مجموعة قوانين كي فيكس التي تثبت ماذا؟ لاسبي المظهر. يعني الأمر هنا يتعلق بالمظهر بطبيعة الحال، كأن مسؤولي هذه الجريدة بطبيعة الحال كل جريدة أنهم سيأخذون بعين الاعتبار مجموعة من القوانين التي ستبقي على مظهر الجريدة. إذا كيفيكس لاسبي غرافيك، يعني التي ستثبت ماذا؟ مظهرا يعني للصور وللكتابة إلى آخره، يعني كل ما هو متعلق بالصورة، الصورة ككل، ليس كالصورة، لا أتكلم عن الصورة التي تحتويها الجرائد، يعني الصورة ككل بما فيها يعني النصوص والصور والرسومات إلى آخره والعناوين وكل شيء. إذا هذا المظهر بطبيعة الحال تحكمه قوانين بطبيعة الحال. إذا هذه القوانين هي ما نسميها شارت غرافيك، يعني أن قوانين متعلقة بمظهر الجريدة. مثلا يتعلق الأمر هنا بالتيب دو كاركتير، يعني طريقة الكتابة وطريقة الحروف، هل ستكون غليظة، هل ستكون رقيقة، هل ستكون كبيرة، هل ستكون يعني مائلة إلى آخره. إذا هناك العشرات بطبيعة الحال من الأنواع من الكتابة، أي كتابة من بين هذه الكتابات ستختار هذه الجريدة بطبيعة الحال لعناوينها ولنصوصها. إذا لي تيب دو كاركتير بور لو تكست بور لي تيتر، طبيعة الحال كتابة الحروف هنا متعلقة بالنصوص ومتعلقة أيضا بلي تيتر، متعلقة أيضا بالعناوين. لوتيليزاسيون يعني واستعمال ماذا؟ لوتيليزاسيون دي كولور، واستعمال الألوان. لوزاج دي سين يعني واستعمال الرموز غرافيك، يعني هاد الرموز كيف هي، يعني سواء كانت كتابية أو يعني خاصة بالصور. لا ميز اون باج يعني وطريقة التنسيق بين النصوص والعناوين والصور والرسومات والأعمدة بطبيعة الحال. يعني أي نهج ستنهج الجريدة في هذه الأمور كلها، يعني كيف ستنسق بين كل هذه المعطيات. سي تو سولا كي فا كريي لا بيرسوناليتي دي جورنال، سي تو سولا، يعني كل هذا، إنه كل هذا الذي ذكرناه قبل قليل، كي فا كريي، الذي سيخلق ماذا؟ لا بيرسوناليتي، يعني شخصية من؟ دي جورنال، يعني شخصية الجريدة. يعني وكأن هذه الجريدة لها شخصية، ستصبح يعني كائنا حيا إن صح التعبير، يعني لها وجودها ولها بين أتباعها، ستلقى احترام ربما لطريقة تنسيقها ولطريقة تهيئتها، إضافة إلى المعلومات بطبيعة الحال التي ستوظفها في هذا القالب. إذا هاد لا ميزون باج هي هاد القالب الذي تأخذه الصفحة بطبيعة الحال المتعلقة، خاصة الصفحة الأولى للجرائد. إذا هذه لا شارت غرافيك. أيضا من بعد لا شارت غرافيك كاين عندنا لا غاباغي. غاباغي تنقول حنا الكباري. غاباغي سي لو دوكيمون كي روبريزونت لا باج دي جورنال او فورما او اون ريدكسيون اي سور لوكيل se trouve tracé le colonnage, les lignes et parfois les différents éléments récurrents, titres, courants, filets d'encadrement. C'est sur ce gabarit que l'on va composer la maquette. يعني هي بصفة عامة هي الورقة طبيعة الحال، هي الوثيقة، هاد لو دوكيمون، هاد الوثيقة بطبيعة الحال كي بريزونت لا باج جورنال التي تقدم وتمثل la page du journal، يعني ورقة أو صفحة التي تمثل ماذا وتقدم ماذا، صفحة الجريدة. أو فورما يعني في هيئتها وفي أبعادها الحقيقية، يعني ممكن أننا نتكلم عن صفحة
تمثل جريدة ممكن تكون صغيرة ولكن تكون بالمقاسات الحقيقية. إذا كبرناها إلى الحجم الكبير للجريدة بطبيعة الحال، فإن تلك المعطيات التي عليها ستكبر بنفس الدرجة. إذا بشكل آخر، بمعنى آخر، يعني أن سلم التصغير يكون متناسب مع جميع المضامين التي تتضمنها تلك الصفحة الأولى للجريدة. إذا هي ممكن أن تكون في حجمها الحقيقي، هذه الوثيقة بطبيعة الحال التي نسميها غاباري دوكيمون كي روبريزونت لا باج دي جورنال، يعني ممكن أن نتكلم عن صفحة ووثيقة وورقة، يعني هي في حجم كي روبريزونت التي تمثل لا باج دي جورنال او فورما، يعني ممكن أن تكون في حجمها بعرضها وطولها إلى آخره، او اون ريديكسيون او انها تكون مصغره، ولكن نجد عليها جميع المعطيات التي ستكون بعد قليل يعني في صفحه حقيقيه. يعني ممكن انها تكون او فورما او اون ريديكسيون اي سور لوكيل والتي عليها اي سور لوكيل والتي عليها سو تروف تراسي، يعني توجد مرسومه. ماذا يوجد عليها مرسوما؟ لو كولوناج، او نقول احيانا لو كولوناد، يعني تلك الاعمده طبعا التي تكتب على صفحات الجرائد، تكتب اعمده. اذا لو كولوناج كي ايضا عندنا ليلين، يعني السطور، ايضا يمكن ان نتكلم عن عدد ليلين. اي بارفوا لي ديفيرون زيليمون ريكيرون، واحيانا يعني العناصر المختلفة المتنوعة لي ديفيرون زاليمون ريكيرون، يعني التي تعود باستمرار. هناك بعض الأمور في الجرائد التي يتم كتابتها مرارا، لمفلشي مثلا، أو مثلا الكلمات المتقاطعة. إذا غالبا في الجرائد مثلا تجد جزء مخصص لهذا الغرض، إذا دائما تجد كلمات متقاطعة. إذا هذا العنوان يعاد يوميا إن كانت الجريدة بطبيعة الحال يومية، أو أسبوعيا إن كانت الجريدة أسبوعية. إذا اي بارفوا لي ديفيرون زاليمون ريكيرون، هاد المواضيع التي تعاد، هاد العناوين بطبيعة الحال التي تعاد، يمكن أن تدخل في لي زاليمون ريكيرون. مثلا تيتر كورون، يعني عناوين معتادة في لي دونكادرومون، أو شبكة للتأطير. سي سور سي سور سو غاباغي، انه فوق هذا المقاس. غاباغي للاشاره غاباغي يسمى بطبيعه الحال هو المقاس او القياس. سي سور سو غاباغي، انه فوق هذا المقاس او القياس كو لون فا كومبوزي لا ماكيت، يعني باننا سنعمل على تركيب ماذا؟ لا ماكيت الذي هو التصميم. إذن على هذا المقاس سينجز كولون va كومبوزي، سنركب لا ماكيت، يعني الرسم التمهيدي أو التصميم. إذن هذا فيما يتعلق بلا غاباغي. عندنا أيضا بعد لا غاباغي بطبيعة الحال عندنا لو مونستر. مونستر بطبيعة الحال إذا بحثنا سنجده بما يشبه الغول، أو يشبه أكثر الشبح، أنك ترى شيئا ولا يظهر لك. إذا بطبيعة الحال في الجرائد نتكلم أيضا، وقبل التصميم نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الشبح، يعني قبل أن يظهر التصميم لابد من المرور من يعني وضعية الشبح. الشبح بطبيعة الحال أننا نكتب شيئا ولكن غير واضح. إذا بروميير إيبوش، يعني هو أول مسودة، ايبوش يعني مسودة. كخيوني، نتكلم عن فعل كخيوني، أنك تكتب بسرعة. يعني أننا هنا نتكلم عن مسودة تكتب بسرعة فقط. دو لا ديسبوزيسيون، يعني أنها خاصة بماذا؟ بالترتيب، بترتيبات ماذا؟ دو لا ديسبوزيسيون دي تكست، يعني المتعلقة بالنصوص، دي زيلستراسيون، وبالرسومات والصور، دونز اون باج، يعني أننا سنقوم بتخطيط وبرسم سريع، يعني أننا سنقوم بمسودة سريعة
نتحدث فيها أولا عن المواضيع التي ستأخذها النصوص في الصفحة الأولى للجريدة، وعن الصور وعن العناوين. إذن هنا نتكلم فقط عن تخطيط دون أن ندخل في التفاصيل بطبيعة الحال ككتابة النصوص أو كتابة العناوين إلى آخره. نعطي هنا مثالا، فمثلا هذا تخطيط لجريدة لوموند كما نرى، يعني هناك عدة خطاطات بطبيعة الحال، أنه رسمت الخطوط بسرعة التي ستكتب بدون كتابة، كما أننا نرى هنا بأن الصور وضعت عليها علامة، يعني هذه صورة، وهنا ستكون صورة، كما أبقيت أمكنة العناوين مفرغة. في هذه الحالة وقبل ظهور التصميم بطبيعة الحال، أيضا نبقي على الأمكنة المتعلقة بالبيبليسيتي، يعني المتعلقة بالإشهار، يعني هذا المكان يجب أن يبقى مخصصا لغرض ما. إذا مثلا هنا سنضع صورة، هنا سنضع صورة، هنا سنضع صورة، إذا تبقى الأمكنة الفارغة الأخرى، يعني يجب أن نتحدث عن ماذا سنضع فيها. إذا هذا يسمى المونستر، لماذا؟ لأنه غير ظاهر، شبح، يعني أننا لا نعرف بعد ما هي تفاصيله، أنه لم يتضح بعد. إذا بعد هذا بطبيعة الحال أننا نمر إلى الماكيت التي كنا تكلمنا عنها في البداية. إذا هي c'est un document à partir duquel s'effectue la mise en page définitive. يعني هي بطبيعة الحال عرفنا بأن لا ماكيت هي تصميم، بطبيعة الحال والتصميم المتعلق بالجريدة هي وثيقة. c'est un document à partir التي منها انطلاقا منها à partir duquel s'effectue la mise en page définitive التي تنجز منها، يعني تلك التهيئة النهائية لتلك الصفحة. باغ اكستونسيون، يعني كامتداد للشرح، كزيادة على الذي قيل الآن، سيعطى هنا يعني تمثيل أو تشبيه. إذا أديزيني أنها ستحدد لاسومبلاج، لاسومبلاج يعني المزج، لاسومبلاج يعني المزج دي ديفيرون، يعني مختلف تكست، مختلف النصوص، أغرافيك والصور بطبيعة الحال والرسوم إلى آخره، سو فورم دو فيلم يعني على شكل، سو فورم يعني على شكل، دو فيلم يعني على شكل فيلم بطبيعة الحال، لوسكون رياليزي عندما يعني نحقق أو نخرج أو ننزل لا ميزون باج، يعني تلك التهيئة، سيغ طابل لومينوز، يعني وكأننا سننزل هذه التهيئة على طاولة مضيئة. سوف نرى أمثلة لهذا الطابل لومينوز، يعني أنها ستبدو في شكل أحسن، يعني أنها ستبدو في شكل أحسن. هذه معلومات متعلقة بهذا المونستر، متعلقة أيضا بالخطوات التي تمر بها الجريدة بطبيعة الحال منذ لوغاباغي، يعني انطلاقا من المقاس الذي تأخذه الجريدة بطبيعة الحال، ثم المونستر، ثم لاماكيت. إذا نرى هنا بأن عندنا المقاس هو هذا، ثم عندنا هاد لو مونستر بطبيعة الحال الذي نراه هنا، يعني مع المقاس بطبيعة الحال، ومع الإشارة إلى عدد الأسطر في الهامش كما نرى هنا، يعني كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار كما نرى هنا صورة مقربة، الجزء المتبقي من هذا لو مونستر بشكل أقرب. إذا بطبيعة الحال كل شيء سيوضع في هذا التصميم يشار له هنا. سنرى هنا كيف أن الجريدة، جريدة لوموند، خرجت للوجود، لكن سيطرأ لها بطبيعة الحال بعض التعديلات، سيطرأ تعديل هنا وستبدل هذه الكلمة، كما سيطرأ تعديل بطبيعة الحال على هذه الصورة. كما نرى هنا يعني أنها ستغير هذه الكلمة كما قلنا قبل قليل. بطبيعة الحال وهذه الصورة أيضا سيطرأ عليها تعديل، بطبيعة الحال هذه جزئية أقرب. ها هي الجريدة بطبيعة الحال الأخرى النهائية كيف ستخرج للوجود، إذا بشكل أقرب، يعني أنه تم تعديل كل الذي أشرنا له قبل قليل. هذه هي لطاف الليمينوز
يعني تأكل بهذا الشكل يعني بداخل هاد، هي على شكل بواط، على شكل علبة طويلة شيئا ما يعني، لكنها قصيرة من حيث العلو يعني، لكن بداخلها مصباح طبيعتها مهيئة بطريقة أن الإضاءة تخرج مشتتة على هذه الصفحة. سنرى هذه الطاولة بشكل آخر كما نرى هنا، هي مسدودة والإضاءة بطبيعة الحال مشتعلة، وبطبيعة الحال توضع عليها وثائق أو رسومات، ثم توضع عليها ورقة أخرى ويتم تتبع طبيعة الحال الورقة السفلى التي تعكس بطبيعة الحال ما بها تلك الإضاءة المنبعثة من هذا الطابل ليمينوز. هذه صورة أخرى للطابل ليمينوز كما نرى هنا، يعني أنها على شكل طاولة لكن بها مصابيح في الأسفل تضيء هذا الواجهة بطبيعة الحال، وعندما تضع عليها ورقة مرسومة مثلا وتضع فوق تلك الورقة مرسومة ورقة أخرى فارغة، فبطبيعة الحال ما هو مرسوم في الورقة السفلى ينعكس بطبيعة الحال على الورقة العليا، ويمكن تتبعها وإنجاز ما هو مثلها. بطريقة أخرى طابل ليمينوز. إذا هذا مثال فقط، يعني هو التشبيه بأن تلك الجريدة بطبيعة الحال عندما تأخذ كل هذه المراحل التي قلنا عنها الآن، يعني من لاكافاغي بطبيعة الحال اللي هو المقاس، ثم مرورا ب بلوموستر بطبيعة الحال، ثم نهاية بهذا الماكيت بطبيعة الحال، ففي آخر المطاف بطبيعة الحال أن هذه الجريدة تخرج على شكل جريدة موضوعة على هذا الطابل ليمينوز. هاد لا ماكيت كما قلنا هي ستان دوكيمون ا بارتير دوكيل سيفيكتو لا ميزون باج ديفينيتيف، يعني هي وثيقة التي تنجز من خلالها يعني تلك التهيئة النهائية با اكستونسيون، يعني كامتداد وكشرح جديد وكشرح ممتد أكثر من المخصص له. هادي زيني بأن هاد لو دوكيمون أنها تصلح أيضا لتشير أو لتبين مدى لاسومبلاج، يعني المزج دي ديفيرون تكست اي غرافيك، يعني ان هاد الوثيقه يعني ان تصلح للمزج بين الكتاب وبين الصور تحت على شكل فيلم. لوسكون رياليزي لا ميزون باج سور طابل لومينوز، يعني على شكل فيلم عندما يقع هناك اخراج يعني اون باج لا ميزون باج، عندما يعني يتم اخراج يعني تهيئة لا ميزون باج على صفحة سور طابل ليمينوز، يعني عندما وكأنك ستنجز صفحة كما رأينا في الصور على طابل ليمينوز، يعني كما رأينا في طابل ليمينوز أنك تضع في الأسفل ورقة معينة وتريد أن تخرج مثلها. فبطبيعة الحال هاد لاماكيت بطبيعة الحال تكون هي التصميم، ولكن هذا التصميم يجب أن يكون جيدا، وكلما كان جيدا يعني تكون الجريدة أحسن، ولكن في النهاية يبقى إخراج، يبقى الإخراج. هل بطبيعة الحال كلما كان الإتقان، كلما كان الاجتهاد، كلما كانت المثابرة بطبيعة الحال، في آخر المطاف سيتم ماذا؟ بطبيعة الحال سيتم إنجاز لا ميزون باج الخاص بهذه الجريدة بطبيعة الحال، لذلك التصميم الذي برمج وهي إلى آخره وتم تداوله ومناقشته، إذا سيتم إخراجه بشكل مطابق تماما كتلك الورقة التي أنجزت على طابل ليمينوز لورقة أخرى نشبهها هنا بلاماكيت. إلى اللقاء.